هذا هو المال الذي طلبته، لأن جاء دورك في تدبير دعم حقيقي من عمق قبيلة الشعب. اليوم وغدا يا سيدي، فالشعب كله بين يديك. بلوتينا بلوتينا، آهن يا دين الزح، لقد بعت نفسك أيها الخسيس. إنهم يخلصون جيدا يا ابنتينا. خلص يا عدو الآلهة. وأنت باسل، أنت ومخوار أيها الخرلماني، كيف لا وأنت تشتري الناس بالمال؟ أبناء قبيلة الشعب يحبوننا. ردها علي إن استطعت. أموالكم مردودة إليكم، نحن لا نشترى بالمال. هذه هدية فقط، نحن لم نركم منذ 5 سنوات. أين كانت هداياكم في هذه الأعوام العجاف؟ أنتم لا تأتون إلا في وقت المصلحة. كل ما في الأمر، خذ حكايتك واذهب لتلعب بعيدا. نحن لن نحلب الخرلمانيين، لا مكان لكم في قبيلتنا. سيبالابان تتسول الآن أصواتنا كالطلابين. ولكن هذه المرة الوضع مختلف. سيبالا ميمشوز، وأيدي الفرس والرومي محيطة بنا، يجب أن تسمعوا صوتكم وتبارتيسيبيوا في بناء وطنكم. دائما سيدي واحد وأغنية واحدة تدور. يا أخي نحن تعبنا من البناء، ابن الوطن، وعندما تكملوا عيطوا لنا. ماذا ستخسرون؟ لن نريد منكم إلا أن تنتخبوا، وكل هذا في مصلحة وطننا. لن تحشوهن مرة أخرى بهذا الكلام. إذا انتخبنا على فاسدين وانتهازيين مثلكم، فلن نكون الضحايا، بل شركاء معكم في جرائمكم. إذا لن تسمعوا صوتكم؟ لن تشاركوا في التغيير عبر الانتخابات؟ لا ثقة لنا فيكم، هذا خطأكم. أنتم عودتمون على الكذب، دائما تخرطون على الشعب. اسمعني جيدا يا ابنتينا، من لا ينتخب فلا حق له عندنا. وغير سيبرابان يحلم بسكن أبخ الانتخابات. نحن لم نعد نحلم، حتى أحلامنا قضيتم عليها. سنعطيك 1000 ناقة. تعتقد بأنك ستغرني بالمال؟ 100,000 ناقة. لن تشتريني بمالك. 1,000,000 ناقة يا أنس. 1,000,000؟ إنه 1,000,000,000 يا قوم. أكملها رجلة يا ابنتينا. رجلة؟ لن تشتريني بمالك. هذا آخر كلام عندكم؟ لن نحلبكم هذه المرة. إن لم تعودوا من حيث أتيتم فستنتهي عليكم مال، وستتقاسون بالسيف. شلت أيديكم، ستدفعون الثمن غاليا أيها الشعب الرخيص. احشم على عرضك، لم تلده أمه من يتطاول عن أبناء الشعب هكذا. تالله لأذبحنك مثل البعير. في هذه الحالة لا عقد بيننا لنحميكم. منذ متى حميتمونا؟ دائما تفوطون وي، حلمي أن أراكم تفوطون نو مرة واحدة في حياتي. إذا لا تتكلوا علينا، ابتداء من اليوم لن نحفظ لكم حقوقكم. الله يحفظ حقوقنا وهو خير الحافظين. خير الحافظين.